وهستخدم بالنسبة للباستا هستخدم لها جمبري فريش يعني حاجة صغيرة، حجم صغير مش عايز حجم كبير، وهستخدم اسبرينكل البابريكا اللي هيدي طعم حلو قوي على المكرونة الساقعة، وهستخدم شبت، وهستخدم معايا فلفل الوان، ومعايا مايونيز، ومعايا المكرونه مكعبات انا مختاراها، انا حباها مع المكرونه البارده هتدي شكل حلو. وبما اننا بقى قواقع وبحر وكده فانا اخترت دي ظريفه معايا. واخيرا هستخدم فلفل ابيض عشان دي مكرونه كلها وايت، فانا مش عايزه اغمق اللون بتاعها. حطيت شويه زيت هيسخنوا، واحط عليهم بقيه الثوم بتاعي بتاع السمك، هنشوحه حاجة بسيطة يقلب لونه بس ونقلبه على طول علشان انا عايزة المكرونة دي تبقى كلها كده ساقعة في ساقعة. يستحسن لو انتوا يعني عندكم وقت ان الجمبري ده يسقع شوية مش من الطاسة على المكرونة، بس انا عشان ما عنديش وقت هعمل كده، بس انتوا يستحسن ان انتوا تستنوا عليه شوية. عشان هي المفروض ان هي كولد يعني من المكرونات الساقعة اللي بنلاقيها بتتحط دلوقتي في علب. في الوقت ده ممكن نبتدي نعمل تجهيز المكرونة. المكرونة دي عبارة عن مايونيز متقلب في ليمون، ده بيدي طعم حلو قوي، عايزاكم تجربوه برضو، وعن شبت، وعندي اسبرينكل اللي بطعم البابريكا، ده بيدي بقى طعم تحفة للمكرونة دي وبيديها لون برتقاني كده حلو قوي، وهو ظريف جدا. انتوا ممكن تستخدموه لو ما عندكمش المكرونة دي، ممكن تعملوا معاها بطاطس تبقى برضو ظريفة قوي. وهحط الفلفل بتاعها وهنقلبها كده. بقى عملت ايه، انا بشوح الجمبري بس يدي لون البرتقاني بتاعه الحلو، وهنا المايونيز بالليمون مع الشبت مع السبرينكل بطعم البابريكا والفلفل الالوان ده ظريف جدا، وعندي شويه فلفل ابيض احط شويه على الجمبري، حاجه بسيطه كده. زي ما قلت لكم ان انتوا لو سقعتوا الجمبري ده هيبقى افضل، لان هي كلها كولد اصلا، وده شويه فلفل ابيض على المكرونه عشان هي بيضه فاحسن نستخدم فلفل ابيض. والمكرونه المكعبات بتاعتي دي قواقع بقى، بما اننا بنعمل كله سمك، وكمان لما بنغير في شكل المكرونه يعني الناس بتحب التغيير في الاكل، نعمل حاجه جديده مختلفه. في ناس بتحط على المكرونه دي قطع جبنه صغيره تشيدر برضو بتديها طعم حلو، بس انا محبتش ازود لكم كتير المقادير، بس هي اوكي يعني تنفع بكذا طريقه. دي مكرونه اتسلقت سلق كويس، لان هي مش هتتقلب في حله، هي هتدخل على طول هنقدمها، فلازم نسلقها سلق كويس يعني تكمل معانا ال 12 دقيقه بتوع السوا حلوين. هدلق عليها دلوقتي شويه من الجمبري واسيب شويه كده زين بيهم الوش. متخيلين طعم الجمبري كده يامي خالص وهو بيبقى لسه مقرمش في البق، لسه طالع وصغير، كل ما يبقى صغير كل ما هتدي معانا طعم احلى.